القدس الإله الواحد آمين. بتعيد الكنيسة النهاردة بعيد سيدي عظيم، هو عيد البشارة، وبتسميه بكر الأعياد، احتفال الكنيسة دايما بأعمال المسيح الخلاصية معانا. والأعياد دي بنسميها أعياد سيدية لأنها خاصة بالسيد المسيح وكلها فيها أعمال خلاصية لينا. فكرة الأعياد السيدية موجودة في كل الكنائس، بس تقسيمتهم بتختلف شوية من كنيسة لكنيسة حسب العدد يعني، ولكن احنا عندنا في الكنيسة مستقر من فترة مش بعيدة قوي يعني، من القرون الوسطى أو بعديها بشوية، يمكن من القرن الـ13 أو الـ14 الـ15 استقر عندنا أن يبقى بنحتفل بسبع أعياد كبرى وسبع أعياد صغرى، يعني 14 عيد سيدي. ويمكن معظمنا يعرفها يعني، ممكن نراجعها في ثواني. الأعياد السيدية الكبرى هي البداية النهاردة البشارة، بعد كده الميلاد، بعد كده الظهور الإلهي الغطاس، بعد كده أحد الإيه الشعنين، بعد كده أحد الإيه القيامة، بعد كده عيد الصعود، بعد كده عيد حلول الإيه الروح القدس. دول السبعة السيدية الكبار. الأعياد السيدية الصغيرة تبتدي بالختان اليوم الثامن، دخول الهيكل في اليوم الـ40، عرس قانا الجليل، يبقى كده ثلاثة. بعد كده نضيف عليهم خميس العهد، نضيف عليهم حد توما، يبقوا كده خمسة. وبعد كده دخول المسيح أرض مصر، وده عيد بتنفرد بيه الكنيسة القبطية لأن بركة كبيرة أن المسيح البلد الوحيدة اللي زارها أرض مصر. وأخيرا بنعيد بعيد التجلي، عيد التجلي. فدول السبع أعياد السيدية الصغرى. عيد البشارة هو بداية التجسد، عشان كده احنا نحتفي بيه احتفال كبير جدا ومهم جدا عندنا. هو بداية التجسد الإلهي. ساعات العالم اللي حوالينا ما يديش قيمة للجنين اللي في بطن أمه ويتخلص منه كده ببساطة. ازاي يعني؟ ده إنسان إن شاء الله يكون عمره ساعات، إنسان له كل كرامة الإنسان وكل حقوق الإنسان، ازاي يعني نمسه؟ ست العذراء من أول ما قبلت كلام الملاك حل الروح القدس عليها وتجسد المسيح في بطنها، وبعد كده راحت سافرت لإليصابات قالت لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ هي لحقت، دي لسه حامل في كم يوم. أيوة، بقت أم الرب. ويوحنا لما حس بالمسيح يقولك ارتكض الجنين بابتهاج في بطن إليصابات. فعيد البشارة هو بداية الأعياد لأنه بداية التجسد. احنا فاهمين كويس بداية التجسد مش وقت الميلاد، لا، بداية التجسد هو لحظة البشارة وقبول الست العذراء للبشارة واتحاد الإرادة الإلهية بإرادة إنسانية سلمت نفسها لربنا اللي هي الست العذراء. عشان كده بنسمي عيد البشارة هو بدء الأعياد، بدء الأفراح، العودة للحياة مرة أخرى، لأن المسيح الحياة اتحد بطبيعتنا البشرية. حابب أخذ الكلام بتاعنا النهاردة، الموضوع بتاعنا، من خلال ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة حول التجسد الإلهي، ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما هو سبب التجسد؟ وهل إحنا كنا محتاجين للتجسد، إن الإبن الكلمة ياخد جسد ويظهر في شكل إنسان ويعيش في وسطنا؟ هل إحنا كنا محتاجين للتجسد؟ السؤال الثاني، ما هي بركات ونتائج التجسد الإلهي؟ والسؤال الثالث، ماذا علينا بعد التجسد؟ دورنا إيه بقى؟ ونعمل إيه؟ أول سؤال هو، هل إحنا محتاجين للتجسد؟ هل كان في سبب هام جدا للتجسد؟ وهل إحنا كنا محتاجين للتجسد؟ طبعا بالتأكيد، بالتأكيد إحنا كنا في حالة موت ومحتاجين لبث الحياة فينا.
كنا في حالة فساد ومحتاجين لتجديد طبيعتنا، كنا في حالة عبودية ومحتاجين لمن يحررنا ويفتدينا، كنا في حالة مذلة وبؤس، وكنا محتاجين للي يرفعنا ويبررنا، كنا في حالة غربة عن الله، وكنا محتاجين حد يصالحنا مع الله ويصنع سلاما بيننا وبين الله. فاحنا كنا في حالة موت، والميت مش هينفعه أن أنا أديله وصايا جديدة. الإنسان في حالة موت، حتى الوصايا اللي ربنا قصد يحط لنا بيها الموازين بتاعة المحبة والعدالة والقداسة، يحط لنا الموازين بس عشان يبقى فيه قانون، يبقى فيه نظام، بدل ما كل واحد بيعمل اللي على هواه. الإنسان كان عاجز إنه ينفذ، الإنسان كان عاجز. الوصية صالحة والناموس روحي، زي ما بيقول القديس بولس الرسول في روميا، الناموس روحي أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. أنا كنت عبد، كنت عاجز، والناموس فضح عجزي، يعني ما أفدنيش، بالعكس ده حسسني بالذنب أكتر وفضح العجز بتاعي. فاحنا كنا في حالة موت، ما كانش ينفعنا مزيد من الوصايا ولا حتى التوبة، ما فيش، احنا في حالة موت مش قادرين نتحرك. محتاجين ايه؟ محتاجين لبث الحياة فينا، محتاجين للاتحاد بالله علشان نكتسب الحياة مرة أخرى اللي احنا انفصلنا عنها بالخطية. كنا أيضا في حالة فساد، الإنسان كان كله دخله ميول رديئة. الخطية لما دخلت شوهت الميول بتاعة الإنسان، بعد ما كان بيشتاق يسمع صوت ربنا وبيشتاق يصلي وبيشتاق يعمل شركة مع ربنا، بقت اشتياقاته لإيه؟ للطمع، للانتقام، للكراهية، للحسد، للنجاسات. ايه ده ايه ده؟ وشفنا مناظر في العهد القديم تحزن القلب، منظر الانسان ده وضعنا، طبيعه فاسده، اللي بيشتهي كذا، واللي بيقتل كذا، واللي بيستخدم العنف كذا، واللي بيطمع في حاجه مش بتاعته، واللي بيكذب، دي حاله فساد. طب محتاجين ايه؟ محتاجين تشكيل الطبيعه، اعاده تشكيلها مره اخرى، تجديد الطبيعة. وده ما يجيش غير بواسطة الخالق نفسه اللي رسم الصورة أولا، الصورة الجميلة اللي شافها وقال هذا حسن جدا. الصورة دي لما تشوهت ما ينفعش حد يعيد لها جمالها الأول إلا الخالق نفسه اللي رسمها أولا. فإحنا كنا محتاجين تجديد الطبيعة. أيضا كنا في حالة عبودية، مذلولين بعبودية، عبودية، محتاجين حد يحررنا، محتاجين حد يفك القيود بتاعتنا، ياخد عننا رباطات الخطية ويحررنا ويعيشنا في حرية مجد أولاد الله، ياخد عننا خد شكل العبد لكي يجعلنا نحن أبناء الله. فمحتاجين حد يحررنا من العبودية ويفتدينا من الموت ويخلصنا من براثن الموت اللي كان طابق علينا وبيبتلع كل الناس. كنا محتاجين حد يبقى ياخد نفس شكلنا ونفس طبيعتنا ويدخل لجوف الموت ويطلعنا كلنا ويحررنا من عبودية الموت. أيضا كنا في حالة مذلة، اللي مغلوب من الخطية مكسور مذلول. المنظر النهاردة اللي الكنيسة حطه لنا في العظة بتاعة الإبراكسيس، احنا عندنا عظات كده، القراءات دي عظات ننصت ليها بمنتهى الانتباه. الكنيسة حطه لنا، بولس الرسول بيدينا وعظة، النهاردة القديس يوحنا بيدينا وعظة والإبراكسيس.
فالقراءة بتاعت الإبراكسيس بيدينا التشبيه اللطيف ده، أو يعني النموذج اللي هو نموذج للبشرية كلها. شعب إسرائيل مذلول في أرض مصر، في حالة عبودية، في حالة مذلة، وبيئنوا من الضيق. فربنا بيقول لموسى إيه؟ بيقوله تع أنا سمعت أنينهم ورأيت مذلتهم، وأنا نازل علشان أخلصهم. الله، شوفوا الكلام ده إشارة للتجسد، الكلام جواه أسرار. نزلت لأخلصهم، عشان كده أنا جاي بكلمك يا موسى. طبعا بيكلمه من العليقة اللي هي إشارة برضو للتجسد في بطن العذراء، اتحاد اللاهوت بالناسوت، والعليقة لم تحترق. وبيكلم موسى بيقول له أنا سمعت وحسيت بمذلة شعبي ونازل علشان أخلصهم، هلما أرسلك هستخدمك بقى. وبالفعل اتمجد ربنا في هذا الراجل العجوز اللي كان عنده 80 سنة، اللي لا معاه جيش ولا معاه سلطان ولا معاه حاجة، ده غلبان خالص، ده لسانه تقيل مش عارف يتكلم حتى، ده اللي هيخلصهم. ده شغل ربنا مش شغل بشر. يقول أنا نزلت لأخلصهم، وممكن يستخدم أقل واحد واللي يبدو أنه أقل إمكانيات يستخدمه ويشتغل فيه مدام أمين معاه. أمين، وصف كده موسى أنه كان أمينا في كل بيته، كان أمينا في بيت ربنا على الوكالة اللي كان مسؤول عنها وهي شعب إسرائيل. فالمنظر اللي الكنيسة حطه لنا ده منظر البشرية كلها اللي كانت مذلولة بالعبودية، والمسيح جاي علشان يرفعها ويبررها من الخطية ويلبسنا توب بره، زي ما قيل في البولس النهاردة أن الناموس ما عطناش بر، لكن اللي عطانا البر هو المسيح، اللي احنا اتكسينا بتوب بره لما دخلنا فيه بالمعمودية واتغرسنا فيه بالمعمودية، غسلنا من خطايانا وبررنا وكسانا بثوب بره. وأخيرا احنا كنا في حالة غربة عن الله، غربة، كنا محتاجين التجسد جدا، لأن ما فيش حد يصالحنا مع الله، اتغربنا عنه وانفصلنا عنه وبعدنا عنه. والأنين بتاع البشرية كلها متلخص في الكلمة بتاعت أيوب الشهيرة اللي احنا حفظناها قبل كده أكتر من مرة، في أيوب 9:33 بيقول إيه أيوب وهو مش عارف يتفاهم مع ربنا؟ الدنيا مضلمة والمصايب نزلت فوق راسه وبقى في حالة بائسة جدا ومش عارف، بيكلم ربنا ومحدش بيرد عليه، فبيقول إيه؟ بيقول ليس بيننا مصالح يضع يده على إيه؟ كلينا. شوفوا الآية سهلة إزاي؟ عايزة تتحفظ دي بالشاهد بتاعها، دي إشارة للمسيح، ليس بيننا مصالح يضع يده على إيه؟ على كلينا. فعلا ما كانش بين البشرية وبين الله مصالح لحد لما جه المسيح، هو ده المصالح. يقول القديس بولس الرسول في كورنثوس الثانية، الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. ويقول في أفسس 2 أنه هو سلامنا، اللي صنع سلام بين الأرضيين والسمائيين، هو اللي فتح السكة، هو صانع السلام بيننا وبين الله، وإحنا أولاد الله نمشي زيه ونصنع السلام بين الآخرين وبعضهم، وبين الآخرين وبين الله نشجعهم على التوبة. فإحنا كنا في حالة غربة عن الله، وليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. طبعا شرحت أنا كتير الجزء ده، يضع يده على كلينا يعني من ناحية لاهوته هو مساوي للآب، ومن ناحية ناسوته هو مساوي لينا، فيقدر يطول الاثنين، يطول الطرفين ويصالحهم إيه؟ مع بعض. لو هو أقل من الآب زي ما أريوس كان بيدعي، مش ممكن يصالحنا مع الآب، مش ممكن. قديس أثناسيوس قال له يستحيل المسيح يؤلهنا ويخلينا نتحد بالآب إلا لو كان هو مساوي للآب، لو كان هو خالق، لو كان هو مش مخلوق. لكن لو كان أقل من الآب هيصالحنا مع الآب إزاي؟ هيخلينا ندخل في شركة مع الله إزاي إذا كان هو أقل؟ فالمصالح ده هو المسيح الكامل في لاهوته والكامل في ناسوته.
اللي صالحنا مع الآب ووضع يده على إيه؟ على كلينا. فده السؤال الأول، إيه هي أسباب التجسد؟ وهل إحنا كنا محتاجين للتجسد ولا لا؟ أيوة كنا محتاجين جدا، وما فيش حل غير التجسد، لأننا كنا في حالة موت ومحتاجين الحياة، في حالة فساد ومحتاجين تجديد طبيعتنا، في حالة عبودية ومحتاجين حرية، في حالة مذلة ومحتاجين اللي يرفعنا ويبررنا، وفي حالة غربة عن الله محتاجين اللي يصالحنا ويصنع سلاما بيننا وبين الله. بسرعة كده السؤال الثاني، ما هي نتائج وبركات التجسد الإلهي؟ أول حاجة وأخطر وأهم حاجة إن المسيح بقى ابن للإنسان لكي يصير الإنسان إيه؟ ابنا لله. ليه؟ لما اتحد المسيح بطبيعتنا وإحنا دخلنا فيه بقينا واحد معاه، نلنا البنوة لله، لأنه الله دلوقتي بقى شايفنا في المسيح. في المسيح احنا محور المسيحية بتاعتنا الكلمة دي، في المسيح. قديس بولس الرسول كررها أكثر من 160 مرة، 160 مرة في رسائل، في المسيح في المسيح. فاحنا في المسيح نلنا التبني للآب، خدنا نعمة البنوة لله الآب. ده أهم بركة من بركات التجسد، إن احنا بقينا أبناء الله. الكلمة صار جسدا وحل فينا أو سكن فينا علشان احنا نبقى أبناء الله، ونتولد ميلاد جديد من الله، ونتولد ونبقى مولودين ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله مولودين. فاحنا خدنا نعمة التبني في المسيح، خارج المسيح احنا عبيد، والعبد لا يرث. طب الابن يرث، الابن يملك البيت، يملك كل حاجة، ميراث أبوه ده بتاعه، كل مليفة هو لك. فاحنا خدنا نعمة البنوة لله باتحادنا بالابن، اتحاد الابن بطبيعتنا البشرية. وبالتالي ده كان المدخل ان احنا ندخل في شركة مع الثالوث القدوس اللي بيقول عنها القديس يوحنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. هو ده سر المسيح، سر المسيح اللي اتكلم عنه القديس بولس الرسول في رسالة أفسس، وقال كده إن الأمم بقوا مدعوين إن هم يبقوا شركاء في الميراث وفي الجسد وفي نوال موعده بالإنجيل. يعني إيه؟ شركاء في الميراث بقوا أبناء الآب ويرثوا، شركاء في جسد المسيح بقوا أعضاء في جسده ويتمجدوا معاه، وأيضا شركاء في نوال الموعد اللي هو الروح القدس، نبقى هيكل للروح القدس. فمن بركات التجسد إن احنا دخلنا في شركة مع الثالوث القدوس وأصبحنا أبناء الآب، نرث في مجد ملكوته، وأيضا أعضاء في جسد الإبن نتمجد معاه، وأيضا هيكل للروح القدس. الكنيسة بتلخص لنا الفكرة في ثيوتوكية يوم الجمعة. طبعا الثيوتوكيات كلها بتاعت الكنيسة اللي هي عبارة عن قطع بتتألف التسبحة يومية فيها تمجيد لوالدة الإله، وفيها شرح للتجسد وتسبيح لربنا من أجل تجسده. يعني اللي عايز يفهم التجسد كويس يقرأ الثيوتوكيات، يقرأها بس بفهم كده، يفهم كل إيمان الكنيسة. المرد المشهور اللي احنا كلنا حافظينه بتاع ثيوتوكية الجمعة بيقول ايه؟ هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، نسبحه ونمجده ونزيد ايه؟ علوا. وفي وسط الثيوتوكية يشرحها زيادة شوية، يقول هو أخذ جسدنا وأعطانا ايه؟ روحه القدوس، وجعلنا واحدا معه من قبل صلاحه. فيعني عشان لو حد سأل هو أخذ الذي لنا يعني إيه؟ أخذ جسدنا وأعطانا الذي له، يعني أعطانا روحه القدوس وجعلنا واحدا معه من قبل إيه؟ صلاحه. فأولاد ربنا بقوا ارتفعوا لأكثر من مستوى البشر، بقوا أبناء. قديس كيرلس الكبير بيقول كلمة عجيبة جدا، بيقول الله بتجسده رفع العبد إلى مستوى سيده، رفع العبد إلى مستوى سيده، بقينا أبناء وآلهة.
تقولي طب بس احنا لسه بشر. ايوه، بس تألهنا بمعنى ان احنا اتحدنا بالله. في سؤتوكية الخميس، عشان الكنيسة تشرح لنا زيادة شوية، المرد بتاع سؤتوكية الخميس يقول ايه؟ يقول لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، ولكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. يعني هو إله، لكن لما صار ابن بشر لم يكف عن أنه يكون إله، هو الله برضه بس صار ابن بشر. وإحنا برضه بنتأله، يعني بنتحد بالله، لكن في نفس الوقت إحنا بشر لكننا متحدين بالله، دخلنا في شركة مع الثالوث زي ما الإنجيل بيشرح لنا. فصرنا ورثة للملكوت، وصرنا نملك مع الله إلى الأبد، وبقى عندنا كل إمكانيات الله تحت إيدينا، ملكنا كل إمكانيات الله للقداسة، كل إمكانيات الله للمحبة، كل إمكانيات الله للشهادة للحق والسلوك بالروح بقينا فيها. أخيرا السؤال الأخير، ماذا علينا بعد التجسد ودخلنا في شركة مع الله؟ المفروض نعمل إيه بقى؟ مطلوب مننا إيه؟ ده اللي بيلخصه لنا القديس يوحنا في إيه؟ في رسالته النهاردة، بعد ما قال إيه؟ قال الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، والذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت. شوفوا التعبيرات بتاعة القديس يوحنا، ليهم كلمتين وفيهم معنى لا يستقصى. الحياة أظهرت، الحياة تجسد في وسطنا، الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ولمسناه وسمعناه ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الأب وأظهرت لنا. طيب بنقول لكم كده ليه؟ علشان يكون لكم شركة معانا وتفرحوا معانا ويكون فرحكم كاملا. طيب يا قديس يوحنا، بما أنه الحياة أظهرت وإحنا دخلنا في شركة مع الله، نعمل إيه؟ الأول حاجة سلوك في النور. ما فيش شركة للنور مع الظلمة. الحرص على القداسة، الحرص ولاد ربنا اللي بيعيدوا بتجسد المسيح، اللي بيعيدوا بعيد البشارة، دول حريصين جدا على القداسة، على نقاوة حياتهم. ما فيش شركة للنور مع الظلمة، الظلمة ما تدخلش حياتي، لا من حواسي ولا من فكري ولا من قلبي ولا مشاعري. ما فيش شركة للنور مع الظلمة. طب احنا ضعفاء واحيانا بنغلط بسرعة، عندنا ينبوع للتطهير، نروح ونعترف بخطايانا. ان قلنا ان احنا فوق مستوى الخطية وفوق مستوى الخطأ يبقى بنكذب، بيقول لنا كده في رسالته، يبقى بنكذب مش بنقول الحق. لكن ان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. فاول حاجة نعمل ايه عشان بقى لينا شركة مع الله واتحاد به نتيجة التجسد؟ اول حاجة نعيش في النور، نعيش في النور وما فيش ظلمة، نطرد الظلمة من حياتنا، نعيش مقدسين لربنا، وحياة توبة مستمرة علشان الخطية ما تلاقيش مكان في قلبنا. طيب ايه تاني؟ نعيش حسب الوصية بتاعته. وصايا الله هي قانون الملكوت اللي احنا دخلنا في عضويته، نعيش حسب الوصية. الوصية بتقول المحبة، يبقى المحبة هحب الكل وهاخد طاقة حب من الله وأحب الكل، حتى اللي بيضايقوني، حتى المزعجين، حتى لطريقتهم فيها حاجات كتيرة مش مريحة، هعيش بالمحبة حتى ولو هعمل مسافة شوية علشان ما يأذونيش، لكن هصللهم وأحبهم ودور على خلاص نفسهم، ويوم ما يحتاجوا حاجة هخدمهم. محبة وصاياه، قديس بيقول كده، قديس يوحنا بيقول إن حفظنا وصاياه بهذا نعلم أننا عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. يبقى الالتزام بالوصايا، الالتزام بالمحبة، الالتزام بأننا أسلك كما سلك هو. المسيح كان ماشي إزاي؟ كان بيخدم الكل، كان يقول يصنع خيرا، كان بيقول كلمة الحق، كان بيشجع الصغار، كان بيتعطف على المحتاجين وعلى المرضى وعلى فحعيش زي ما هو عاش. فعشان كده بيقول
بهذا نعلم أننا ثابتون فيه. من يقول إني ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو إيه أيضا. فدي ده اللي احنا هنعمله وهنعيشه. إذا كان المسيح أنقذنا من الموت وعطانا حياة ومصالحة مع الله بالتجسد، وعطانا نعمة البنوة، وعطانا شركة مع الثالوث القدوس، وبقينا أبناء الملكوت وورثة، وبقينا هيكل الروح القدس، يبقى إحنا لازم نعيش في نقاوة، نعيش في النور، ما يكونش الخطية مكان فينا، توبة باستمرار، تنقية باستمرار، سلوك منضبط بحسب خطوات المسيح، كما سلك ذاك هكذا نسلك نحن أيضا، ونعيش بحسب وصاياه، لأن دي علامة المحبة وعلامة الأمانة لي وعلامة الالتزام في رعيته، إن أنا ملتزم بوصاياه. إحنا أولاد الله عشان كده بنحبه وبنعبر عن حبنا بطاعة وصاياه. له كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.